دلوقتي مشاهدينا، طبعا كان في عدد من التعريفات للتضخم، لكن بشكل عام بيعرف بكونه الحالي بيشهد فيها الاقتصاد ارتفاع مستمر في المستوى العام لاسعار السلع والخدمات اللي تم طبعا بتهم شريحه كبيره جدا واسعه من المواطنين. بيؤدي الارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات الى فقد النقود طبعا لجزء من قوتها الشرائيه، وبينعكس ده كمان في اضعاف ثقه الأفراد بالعملة الوطنية، وبيؤدي أيضا إلى اتجاه الأفراد إلى إنفاق دخولهم على الاستهلاك الحاضر وشراء السلع المعمرة والعقارات والعملات الصعبة خوفا من ارتفاع أسعارها مستقبلا، وبالتالي بتفقد النقود وظيفتها كمخزن لقيمة، وده أيضا بيضعف عملية الادخار. والعكس صحيح، وكلما قل التضخم زادت قيمة العملة. في اليوم العاشر من كل شهر بيصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقرير شهري لإعلان حالة التضخم في الأسواق. التقرير بيعلن حالة التضخم عن الشهر السابق، طبعا في اليوم العاشر من فبراير بيصدر تقرير التضخم عن شهر يناير. وللتعرف أيضا على ما جاء في تقرير التضخم الصادر اليوم، معنا على الهاتف الأستاذة صفاء سامي، مدير عام الإدارة المالية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك. صباح الخير واهلا بحضرتك. طبعا زي ما انا كنت بقرا دلوقتي الخبر ده عن التضخم وقد ايه هو ممكن يعني يمثل مشكله كبيره جدا يعني لاي مواطن، وازاي انه برضو التضخم ممكن بيضعف قيمه العمله، فعايزين نعرف برضو تفاصيل اكتر من حضرتك. وزي ما حضرتك ابتديتي بلقاء حضرتك، قلتي التضخم هو فعلا ارتفاع مستمر في مؤشر عام الاسعار، وده بيؤدي الى انخفاض قيمه العمله. معناها ايه؟ لو احنا اتكلمنا النهارده على الرقم القياسي لاسعار المستهلكين عن شهر يناير، بنلاقيه ان هو 119.1. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنجمع سله من السلع والخدمات كل شهر ونقيس معدل تغير السعر ليها. فلو انا السله دي بشتريها شهر ديسمبر ب 100 جنيه، فانا محتاجه 119 جنيه عشان اشتريها في شهر يناير 2022. فالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيصدر الرقم ده كل يوم 10 من كل شهر، وبينزل معدل تضخم شهري اللي هو عن شهر ديسمبر. ده التقرير اللي هو يعني تم اصداره اليوم، صح؟ او تم اعلان عنه اليوم. هو اعلانه النهارده، لان النهارده 10، فبنصدر معدل تضخم شهري يعني مقارنه شهر يناير 2022 بشهر ديسمبر 2021، وبنصدر رقم تضخم سنوي اللي هو يناير 2022 بيناير 2021. الرقم ده بيبقى ناتج عن الرقم القياسي لاسعار المستهلكين. الرقم القياسي ده رقم احصائي نسبي بيقيس معدل تغير في السعر من سله سلع وخدمات ومثله على مستوى حاضر وريف محافظات الجمهوريه. بيقيس تغير السعر بين فترتين زمنيتين، الفتره الاولى بنسميها فتره الاساس، والفتره الثانيه بنسميها فتره المقارنه. السلع اللي احنا بنجمعها كل شهر دي حوالي 1000 سلعه. بتجمع اسعارها بشكل شهري وبدوريات مختلفه. ففي سلع سريعه التغير زي الخضر والفاكهه بنجمعها اسبوعيا، وفي سلع بطيئه التغير زي السلع الصناعيه والخدمات دي بنجمعها شهري، وفي المصروفات الدراسيه بنجمعها كل شهر اكتوبر من كل عام. فلو احنا بصينا النهارده على رقم التضخم الشهري شهر يناير فهو 1%. ده ناتج عن ايه؟ عن ارتفاع اسعار مجموعه السكر والاغذيه بنسبه 14.7%، بالاضافه لمجموعه الخضروات زياده بنسبه 4.3%، ومجموعه الالبان والجبن والبيض بنسبه 2.5%، ومجموعه اللحوم والدواجن بنسبه 2.3%. هذا بالاضافه الى ان احنا مش كنا بنتكلم على ارتفاع، احنا حصل انخفاض الشهر ده في اسعار مجموعه الفاكهه بنسبه. طب انا عايز اعرف من حضرتك، هي الزياده في الاسعار اللي حضرتك بتذكريها دي ثابته في كل الاماكن ولا بتختلف من مكان لاخر؟ يعني المستهلك دلوقتي لو راح اي مكان بيلاقي الارقام اللي حضرتك ذكرتيها، ولا بتختلف من مكان للتاني؟ لا يا فندم، هي مش بس مساله بتختلف من مكان للتاني، احنا بنجمع الاسعار دي على مستوى حضر وريف الجمهوريه كلها. تمام. على 11500 مصدر اجمالي الجمهوريه. اوكي. وبنعمل لها زي متوسط. ده المتوسط فيها. يعني ايوه بالظبط. طيب اتفضلي. طيب حضرتك عايزه تقولي بقيه يعني ما ورد في التقرير؟ تمام. ده احنا اتكلمنا كده دلوقتي على معدل التضخم الشهري. معدل التضخم السنوي اللي قلت لحضرتك بنقيسه عن شهر يناير 22 مقارنه بشهر يناير 21،
وده كان التضخم فيه 8%، وده برضو ناتج عن ارتفاع اسعار مجموعه الزيوت والدهون، ارتفاع اسعار السكر، ارتفاع اسعار مجموعه الخضار، ارتفاع اسعار مجموعه التدخين، مجموعه التنظيف والاصلاح، الكهرباء والغاز. تمام. ايوه تمام. انا بشكر حضرتك جدا طبعا على اتصال الهاتفي، طبعا الاستاذه صفاء سامي مدير عام الاداره الماليه والاسعار بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا هنروح دلوقتي الفاصل ولسه مكملين معاكم فقراتنا النهارده.